see you. Tamam. يا مولا جدا تسوير باقي ثاني جري بحال الحمق هادوك الناس راه هادشي اللي داروا اللي عمروا لي هادشي راه ماشي هو هذاك العام هاد المحاضر اللي داروا انا عارف جيت عندك اش قلتي لي قلتي لي سير بحالاتك انا غنجمعهم كاملين ها اخر مره فاش جيت عندك فاش حرقت لي الدار ديالي قلتي لي النهار اللي جيت لهنا وكان جاي جيت تعتقل دوك الناس مازال ما تعتقلوش هي دابا انا مخويا القليعه هو هي هذه انا محاصر من مجلس مثلا تلقى في المرطه شي حاجه ولا مشمكر ولا ديك ما بقاوش كيقراو انتم مشيتوا معايا ديك النهار جمعتهم معاهم الملاحيه جمعتهم معاهم المسائل ديالهم كملوا الناس فيها ولاد النشاط ما حتى شي واحد ما تسمط لهم ولاو خدام كاع في الكاميو كيبيعوا الحشيش وباقي مدايرين الرواج ديالو ما كاين حتى مولا جدا اللي كيعاقبوا وانا من المندوز يشير عليا بلا حجر داري باقي نفس السيستيم وليت كربتها في المرصا ولا بات عند المسير كلشي المحاضر هذا ماشي الاقوال ديالي العمل ما تانيش عليهم انا هادشي اللي دار الشناوي انا جيت عندك على اساس باش انا ما بغاش انا جيت عندك حتى مولا جدا تشوف تعاونني انت اللي قائد الا ما كانش عرفت بس تدير الشكايه اخر كلمه ديالك لان انا ماشي يهودي يجيو الجدرميه ويشوفوا بعينيهم واش ما غنقول لك مولا زيدان كنت غندخل مقاد وانا ولادي مشرد علاش غنتسمط نتسمط لك انت هو تسمط ليا انا راه تسمط لك ولكن هادشي كتقولوا علاش ماشي هو عيط على الاعضاء ديالك على العناصر ديالك نهار اللي هزوني بالطوموبيل ولاحوني في الخلا في مصاصات الليل هما سولهم داروا فيا خير بعداك كون انا حلولي هذوك الناس الجناوه والسيوفه كاينين هما حاضرين هنا وانا راه تقهرت وما تحتقرهم حتى مولا جودان كنت كيما انت عندك تقول ياسين بحالك تنعيط ليك التليفون وها هما الاسماء ديالهم وها هما كلهم هنا معترفين في المحكمه ومزور المحاضر علاش هادشي مولا جودان اذا ما كاينش قانون اذا ما كاينش قانون انا نقولها ليا ما كاينش علاش ما كاينش قانون غاتندم على هادشي مولا جودان حاشاك ماشي الاخرى مواطن كاين امير المؤمنين كاين دايره الملك وكاين الناس فوقك اذا انت دابا كتشجع الناس المخدرات علاش كنخربق اش باغي دابا انا تتعامل تعتقل هاد الناس اللي دايرين لي حاله قدام ولادي مواطن ما تعطيش تعليمات هاد الصحيح علاش كاين الناس ما اختصاص كاين والله يخلصك انا غندير لازم معاك وغنضلق دوك الناس اللي فوق ياك ما كتحاربني مشيت ديك النهار الجريده ومشيت وجلست لقيت كنتسناك تعيط ليا في التليفون راه صافي حيت وعدتيني قلتي لي انا عيطت وعدني كنجي لك الجدان ديالك الكبير قرايبي ديالك اش قلتي لي كتبت فيا ديك الساعه كتقول لي ريح الشاب ديالك اللي فلات دابا راه كيجي اما كبط صوتك اييه اما نوضك انا كتنوض ليا شوف انت حنا ما نفسي دابا ما فيش قانون انا او تعطيني حقي ديالك راه كتمثل المجتمع كتمثل هنا باش تحاميني الحق كيف قال لي كيف باع قدامي والمحيا ومحاصريني ها قدم استقالتك وزيد معايا فهاد الكلمة صرعك فرعني؟ ما تفرعك بالله بهاد القلدة بهاد القلدة واه فرع عليك قدام هاد الناس فرع عليا انا كنخطيك واه شري راه وصلت هاد المستوى اللي كنت نعرف عليه ويبقى كاين القانون دابا نسيت كيفك تقول لي اه واخا هنا عند السيد عند الله اوكي الله فوق الجميع انا غندعيك لله الله اجل هنا قلت لي يا سير شي والله تنزمك نمشي لخرا قول لي عجبك يلاه والله تندمك انا ندمت العقل انا ماشي مغربي حر كاين يلاه وكاين